الفل، صباح الورد والياسمين. الرقصه اليوم بيا معانا اليوم ابناء الكل في استوديو، تبارك الله ما شاء الله، فرحانين مزبهلين بالاجراءات الجديده اللي اتخذوها جماعه اليوم على الكورونا. نهاركم اسعد الايام ان شاء الله، عسل، دقله، حليب. الناس الكل 59 دقيقه انتم مع المدام وجيها وابنائها واجواءها وذمارهم والموزيكا متاعهم والنصائح متاعهم من توا حتى نص نهار. انتم تسمعوا في المدام وجيها مع وجيها الجندوبي على اي اف ام احلى راديو. هاي يا سيدي، اش باش نقول لكم، يستنى فيكم ويكاند مطول مطول، يبدا بالجمعه السبت حد، دونك تستمتعوا تتمتعوا ما نعرفش. نعاود نقول الاجراءات الجديده شنو احوالها معاكم، كيفاش تشوفوها، كيفاش خديتوها، كيفاش هبط عليكم الاخبار، ماذا بينا تبعثوا لنا لي كومونتير نتاعكم وتحكيوا لنا كيفاش كيفاش تعاملتوا مع الخبر نتاع الاجراءات الجديده، اللي من الاجراءات بالنسبه لي انا ما فيها جديد، كان السبعه رجعنا ذيك هي كل باقي كلهم فما حتى شيء. على كل حال ابنائي اولادي ليهم هم سبعه ليهم هم السته ليهم هم العشره ليهم نص الليل ليهم حتى شيء، نفس الشيء، يخدموا يروحوا يشدوا ديارهم، كل واحد يشد اورديناتور نتاعو اللي يخدم، تبارك الله اون في انفلونسوز الاخر عنده قاعه الرياضه نتاعو يتكربس يتكعبر هو وجماعته. الطفل الاخر من الاذاعه ما يخرجش من ستوديو ما شاء الله تبارك الله، من الاثنين حتىش للاحد. يا سيدي نهاركم اسعد الايام جميعا. اسكتوا بالواحد بالواحد. بونجور وانت طالع. نبدا بالكبير، صباح النور. صباح الورد والدقله والحليب والنشاط والحيويه والحاجات الكل بوزيتيف، مالغريك البارح ما سمعنا حد شيء بوزيتيف، ما الحمد لله يا ربي مازلنا عايشين، املنا في ربي كبير وان شاء الله يا ربي الجاي خير. حسسني داخلين في حرب واحدة كبيرة ياسر معناها لموسيكانكم بتعسوا البر على ميت يجيش غرف في أي وقت بالمنطقة هذيك صحيتك، ما تعرفش عليها منين، ما تعرفش على صفارة الإنذار منين باش تضرب. ربي يسر البوغوس الجميل الرائع مرتي في الجمعة، أهلا بيك. أهلا وسهلا فيك يا غدوة، ما تخدمش، قلت خلينا نحلل فليستي معاك للجمعة هذه وثاني نهار يكون بالخميس. سلم عليكم الكل، سلم برشا 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 على أمينة أبو غنجة. نعم اللي شاحت لها الريق. سوري اختي لما حان ابو غنجه تحسها في الدار، شرطي المرور والكرني هذاك، عرفت تقوم الصباح تلقاها خطايا تحت الباب، انت خليت تضويش، انت خليت شلاكه مقلوبه، انت ما قايمش تكلم على عود تقول له تفقد روحك قبل ما ترقد، ما تشربش بزيت ماء. امينة سامحنا في تعبك وخيتي، ما زلتش هاي الرمضان راهو تعبه ابو غنجه، تعبه ولا تعبه، صدقوني تعبه ياسر. راهو اليوم قمت الستة نتاع الصباح، انا كالعاده قمت الستة، نلقى ابو غنجه قالت لي بونجور، ارقد ارقد، قلت لي تو ارقد يا ودي نص الليل انا ما زلت نتفقد هكا نشوف شوي اخبار، خرجت لي قالت لي ريت هذايا شوف شوف وقت نحطوه انا وقت، ارقد ارقد بنيتي ارقد الهسترة. جوزيف صباح النور. بونجور وجوج، بونجور اللي تسمعوا فينا الكل ولا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في، فما اخبار باهية تخص كرة القدم، النادي الافريقي براتيكمون منع معناتها سي توا منع الحمد لله شو نحبوا نحن يا خويا، نحبوا الفرق الكل تبدا في خلاص محلاها. احباء النادي الافريقي نتصور فرحانين توا انه جمعيتهم براتيكمون منعت، دونك فوالا دونك فما اخبار باهية فما كما يقول كازو في غنيت وقول ما تفرحك كان الجمعيه في البلاد هذيا جي والديك واحنا اش قاعدين نعمل نفرحوا عاد بنا قايمين بوجهنا زاد نحن فرحوا في الناس. دونك مبروك الافريقي ومبروك المحبي نادي الافريقي. نحن كالعاده الحفله نتاعنا هذيا اليوميه ديما تبدا بالسونداج، دونك اليوم السونداج سؤال واضح وصريح ما خممنيش ياسر انا ابو غنجه، قلنا هل الإجراءات المعلنة البارحة لمجابهة كورونا ترونها كافية أم لا؟ دونك جاوبونا لا جملة وإلا أي كافية. أعيد السؤال، هل الإجراءات المعلنة البارحة لمجابهة كورونا ترونها كافية نعم وإلا لا؟ نبدأ بالكبير اللي عندي الناشط ديما يضحك. نشوفها لا
ما تشوفهاش افيكاس بون خاطر نتصور الحاجات اللي بيهم الفايده هو الترونسبور معناتها العباد كيفاش تاخذ كيران هذاك في فما كومبرومون معناتها تاع عباد انك انت تقول في بلاصه العشرة ولا التسعه ترد السبعه معناتها ما حكايه فارغه توقيت بالنسبه ليك ماهوش لازم يلقاو اجراءات اخرى ابار التوقيت داكوغ ما عادش نشوف يعني. انت ما عادش تشوف ما عادش نحب نشوف جمله خاطر شيء يعقد معناتها فهمت السؤال هو هل المسيرات اللي عملوهم فادونا ولا لا نعم نورمالمون هل تحكيو بالرسمي هل تحكيو بالرسمي ولا اللي صاير فينا تفادليك ولا شطط الرسمي كشي ولا شنو راوف كوكا يخرج لنا في الاخر ولا لا انت فهمت ولا حقيقه مش خيال ولا كيفاه معناتها حسيت هذا هو نورمالمون سونداج اليوم هكا هو هل ان نعيشوا في حقيقه والا خيال هل هذو مولادي اللي ربيتهم ام لا نمشي فاصل صغير ونرجعوا في المدام واجهه مع واجهه الجندوبي على اي اف ام احلى راديو دونك في السونداج يهمنا برشا برشا رايكم مستمعينا تخليونا لي كومونتير نتاعكم على الباج نتاعنا فيسبوك اي اف ام المدام واجهه به حسيت اللي فقرته وليت بصراحة ياسر ياسر شخصية وفيها رسائل مبطنة رسائل مبطنة ينزهزل دالي يا رسائل مبطنة لا لا يتزهزل دالي يا تتحضر في كادو عيد ميلادك يا ترمي في المعنى الدودو يا معني حسيت الفزت اليوم يرمي اليوم في المعنى الإدارة صحيح تفضل نمشي الفصل الحكاية مع جوزيف يلا كل عادة في فصل الحكاية نحكي لكم حكاية على حاجة بوغنجة شبيك بوغنجة مدام بوغنجة وقفت غادي الحمد لله فما حتى إجراء جديد فما إجراء كل عادة في فصل الحكاية نحكي لكم حكاية حاجة تعرفوها وبالكش تستعملوا فيها أما ما تعرفوش حكايتها غدوة كونجي وجوج ما نخدموش نعم جور فيري وكونجي خالص زيادة فهمت هذايا برعاية الأمين ريسورس يومين وعم الحبيب كان يسمعوا فينا الفقرة هذايا لهم هما به باش نفهموا من الأول شنو هي الكونجي هو نهار نورمالمون تخدم فيه الكونجي هو نهار نورمالمون تخدم فيه أنت تعمل دوموند باش ترتاح وحقك فيه وتخلص يتسمى كونجي بي كيما كل الاختراعات اللي فادت العباد في حياتها الاختراع هذايا نتاع الكونجي بي جينا من ألمانيا في 1905 الألمان قرروا أنهم يعملوا الكونجيات أما خدموا خدمه بيان سور انا راهو يخدم لي اش معناه عنده ست سوايع راهو عنده ست سوايع خدمه صحيت مش ست سوايع غير ربع ثلاثة سوايع من هنا وشرمت ساعتي من هنا لا لا ست سوايع ست سوايع وفيك ان تري كرون بليزير يخدم زيد مش هكا اللي يجي مدد وجهه وبوغانجة تلوج عليه مثلا هو غائب فهمت بوغوسي نكملو عجبتني كيفاش باهي يا وجه شعلة باهي شعلة نيوتن 1905 الالمان اللي اخترعوا الكونجي من بعديك تبعتهم النمسا ولي بي سكندناف الكل 1910 الكونجي من الاول كان 15 يوم فقط في العام 15 يوم اكاهو في العام كان الكونجي ومن بعد النقابات طلبوا اكثر والقانون تبدل وليت ثلاثة جمعات في العام في الخمسينات ومن بعد اربع جمعات في العام في الستينات و خمسة جمعات في العام في الثمانينات هذه الكل راهو يطبق على بريسك البلدان الكل لأنه مش البلدان الكل كيف كيف أما بريسك البلدان الكل في المنظومة هذه خمسة جمعات في العام أول ما بداوا الكونجيات وجوش كانوا اللي فونكسيونير بيبليك أكاهاو للخدمة العمومية فقط وكانت للعروفات معناتها يخدم أكثر خاطر زعما زعما كله المديرين خدموا خدموا هذو هذو بالرسمي راهم تعرف معناتها خدموا ساعة تصورت جاي تقول له عارف صح علي في شهر كونجي ولا المراه ولدت ولا فهمت ليه نشوف نشوف انا حكي امبوسيبل انا شو شكون هذا يحكي تو على انا خليته يحكي خليته يحكي في تونس مثلا البنوك نعطيكم اكزامبل نتاع البنوك عندهم 30 يوم في العام اما الحاجه الباهيه في البنوك 30 يوم في العام كومولابل اش معناتها كومولابل معناتها كان ما خذيتش 30 يوم نتاعك عام 2021 تنجم تردهم في 2022 تولي عندك 60 يوم في 2022 و13 موا و14 موا و15 موا 16 موا بلا حكينا عليه هذيك مره اخرى فسرها لي هذيك لماذا؟ واضح البنوك ولا لماذا؟ باش ندخلوا في الحقد الطبقي ندخل في الحقد الطبقي ندخل الكونجي اش معناه امين ما عندوش 13 14 15 موا مخرج فونكسيون بوبليك الاكثريه عندهم زاد كيف كيف ال 13 والفازيت هذوكم الكل حاصلوا 30 يوم في العام كوميلابل كان الاداره نتاع الراديو يسمعوا فينا نحب يسمعوها الحكايه هذه الحكايه هذه بالذات توا نجيو لي جور فيري وجوج ماهمش فورسيمون كونجي
العبيد كونترمون العبيد اللي معناتها فاهمه جور فيري نوعا ما بالغلط على خاطر مش فورسيمون كونجي جور فيري ابار 1 مي اللي هو عيد الشغل. عيد شغل 1 مي هذاك كونجي تاخذه وبي بي اما لي جور فيري الاخرين ماهمش فورسيمون بي معناتها الكونجي كان تاخذه في جور فيري تنجم ما تخلصش فيه النهار هذاك فوالا دونك ان شاء الله توا جماعة الرسول سيمين مش يسمعوا فينا سمعوا الفقية الكل هذي لي ما يسمعوهش ما يسمعوهش سيل ما في تخدم انت غدوة بالحق ونهارك خالص اقرب ايجا بحذا ايجا كاي ايجا كلم بجنبي انا ايجا لا مسالش اي غدو احنا في قسم الاخبار كما اي قسم اخبار في اي وسيلة اعلام ما عندهمش الاحاد والاعياد واللي جور فري والعشرات مئات تخدم على روحك ربي يعينك تحيا ما سمعتكش قلت لك ما عندكمش الاحاد والعشرات والمئات وكل شيء نخدموا يعني نخدموا ما فماش استثناءات فماش اوكي اها المخرج هذايا رايو انا شو دخلني بندير يا بندير بندير يا يلا يا سيدي نقيت هذايا وقيت الاخبار مع سلمى ونرجع نكملوا معاكم حتى نص النهار اي اف ام ادخلي لي بونجور غرو بونجور نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام متابعينا راديو اي اف ام اهلا وسهلا مرحبا بكم قبل ما نتعداو للوخسكوب نحب نفكر المستمعين نتاعنا اللي تابعوا ادخلي لي لحد هذا اخر احد قبل رمضان ان شاء الله دونك تكونوا موجودين من 8 ان شاء الله لل 11 نتاع الديد ان شاء الله وتشاركوا معنا تطلبونا على 31 380 ألف والا لي كومونتير نتاعكم على باج فيسبوك راديو اي اف ام دونك تدلوا قد ما تنجموا انا معاكم من 8 لل 11 نبداو على بركه الله بالحمل اللي البارح لقيته هكا شويه اجيتي ومش بالقد ايه وكل حكيت هذيك الكل الحمد لله عرفت عدى ريت نقول ديما فما غدوه ديما خيره دونك كل يوم صبحوا معناها بالحق اون بون هومور امورهم خارقه العاده عنده برشا تفاؤل عندهم اندفاع عندهم اقبال على الحياه عندهم برشا حاجات حلوه دونك نستغلوا نهار اليوم يا حمل اي خطوه تحب تعملها من غير ما تتردد ومن غير ما تتراجع وخذ الامور بجديه اكثر وعوض نهار البارح ونتفاداو الغش والتوتر وخاصه المعلومات اللي توصل لنا وتقلقنا وتوترنا وتعطلنا وكل حكيت هذيك كل ما بينا نسمعوا حد نسمعوا كلام واحنا ونقدموا بطريقتنا ان شاء الله اليوم نهار سبيسيال بالنسبه للابراج الناريه في العموم وخاصه الحمل انثى الحمل يستنى في اوكي واكور عندك رونديفو اليوم عندك موعد عندك اي حاجه باذن الله عندك ايجابيات خارقه للعاده يعني تعويض نهار البارح اليوم باذن الله 100% ان شاء الله بالتوفيق للحمل الكل انا بعد شوي على التشائم وناخذ الامور بجديه الثور اللي هما من الابراج الترابيه وقلنا الابراج الترابيه من اكثر الابراج حظ الايامات هذيا نجم نقولوا هنيئا للثور اللي تعديوها المرحله اللي كان فيها نوعا ما من الصعوبات وخاصه الضغوطات في الجانب العملي يعني نجم نقولوا تجاوزوا المراحل اللي كان فيها نوعا ما من القلق الحمد لله عليكم واخيرا وقلنا عام السناء اللي هو عام النجاحات وعام الفلوس وعام التالق وبرشا حاجات حلوه بيان سور ما يجي حتى شيء بالساهل مي كومام المهم اللي النتائج باذن الله تكون ايجابيه دونك واصل صور بطريقتك وخذ الامور بجديه اكثر وابعد شويه على الاسراف وقبل اخذ القرارات والاندفاع لحظات الغضب ماذا بيك تخزر الوضع من الزوايا كل باش تحسن اخذ القرار نعرفوا صور رسم صحاح وعلى يدي وتحب علي انت كل ما في نفس الوقت عندهم جانب معناها مرهف على الاخر اللي يتاثروا به بطريقه غير عاديه سوختو اللي كان الوضع معناها في الجانب العاطفي ما تظلمش نفسك ما تظلمش غيرك حاول تشوف الوضع بدقه اكثر مش تعرف تتصرف وتعرف تاخذ القرار المناسب في الوقت المناسب أنثى الثور حب كبير استقرار كلي خاصة من الجانب المادي نجم نقول توسعات ممتازة وإلى التخلص من أوضاع كانت مقلقة في الفترة اللي اتعدت كل حاجة تاخذ وقتها وتمشي على روحها الجوزاء اللي يمشي معاهم الطقس هذا اللي هما من الأبراج الهوائية اليوم بالذات حضر روحك للسوربريز ولا كوتفيل ولا كلمة ولا كادو دو ديو أي حاجة مزيانة باش تدخل أحياء الجوزاء بطريقة ممتازة ومميزة
بجانب دبلوماسي خارق للعادة. هنيئا للجوزاء. وأخيرا لازم بعد الصبر وبعد التضحية وبعد التجاوز وبعد المراحل الصعبة نشوفوا نتائج مزيانة بإذن الله. دونك من اليوم ويكاند كامل عندك أخبار غير منتظرة يا جوزاء، هنيئا لك. وأخيرا أنثى الجوزاء، حافظ على الاستقرار وحافظ على التوازن وخليك عقلانية، خليك عقلانية قدر المستطاع. ديما جانب العقلاني يقول الأمور بجدية أكثر. دونك الاندفاع اللي نجم يفسد علينا برشا حاجة هذاك بلاش منه، واللي طولت بها المدة وتقول الأمور مش هي وما فما حتى شيء ومش واضح ومش هم الجيش وكل حكاية هذيك كل، احنا نشوفه معناها ديما غدوة مدام فما غدوة مدام فما حاجات مزينة. وقد ما تصبر قد ما توضح الأمور أكثر وقد ما تفهم روحك أكثر وأكثر. التسارع عمره اللي كان يجيب النتيجة اللي الواحد معناها يتمناها وإلا يستناها. حاول تكون متوازنة قد ما تنجم. السرطان اللي قلنا عليهم اللي هم من أحلى الأيامات، خاصة عمليا وماديا، توسعات ممتازة، أخذ قرارات خارقة العادة، خطوات إيجابية، ديسيناتور برشا حاجات مزيانة، استقرار عاطفي. نجم نقولوا الأيامات هذية برج السرطان يشوفوا لافي أون غوز بوغ دو بون. دونك كمل واصل بالطريقة هذية وحافظ على جانب الأمل والتفائل ونخزروا ديما للجانب المضيء. أنثى السرطان اللي عايش قلق عاطفيا والأمور مش هي، خلي الأيامات الجاية باش تحسن برشا أوضاع وتوضح لك برشا حاجات. مهما كان القرار سلبي ولا إيجابي هو نتيجة باش تخرج من حلقة مستديرة اللي كانت نوعا ما غامضة ما هيش واضحة. ديما الوضوح باهي، سلبي إيجابي هو نتيجة. دونك خليك متفائلة وما تتسرعش وما تتشأمش، خاصة وخيالك الواسع إذاك ماذا بينا الأيامات هذه ليه مش وقته حتى طرف. الأسد قلنا الأبراج النارية من الأبراج المحظوظة. دونك اليوم نهار الصيد بأتم معنى الكلمة، اليوم نهار مزيان، نهار سبيسيال. البرج الأسد احنا شفنا القوس عنده مدة متألق متعدين في خطوة مجانة، شفنا الحمل اللي فما نوعا ما من البيرتورباسيون وضغوطات نهار هكا ونهار هكا، مي السيد جيف روست هو الملم، هو اللي ماخذ الدنيا كل. دونك اليوم نهار خرق للعادة، لا أجل عمل اليوم إلى الغد واستنى السوربريز في الجانب المادي يا أسد، كسوسوا مرأة وإلا راجل. أنثى الأسد عندها توازن ممتاز، لو كانت تحافظ عليه تكمل هكا كلكو سمان بالطريقة هذية توصل تحقق تحب عليه عامين وثلاثة اللي تعديوا. دونك حافظ على التوازن والتفائل وخليك عقلانية وخليك جدية. العذراء اللي قلنا الأبراج ترابية خذوا ديريكسيون المزيانة، نجم نقولوا العذراء سوغ تيغان، معناها أي حاجة تعملها باش تلقى فيها نتائج ممتازة، حتى لو كان مش الأيامات هذه، الأيامات اللي جاية توضح لك برشا حاجات حلوة خاصة عمليا وماديا. دونك أنت تحرك بطريقتك واستنى النتائج الأيامات اللي جاية إن شاء الله. ثم من الأبراج المحظوظة مهما كان الوضع ومهما كانت الضغوطات ومهما كانت معناها النفسية مرهكة مرهكة، في الآخر بكل ديما فما نسبة الإيجابيات أكثر منه سلبيات وتوسعات خاصة عمليا. أنثى العذراء استقرار كلي، استنى السوربريز من البارتنير نتاعك، حاجة خارقة للعادة اللي باش تبدل لك المعطيات الكل، المعطيات دون كل سنس، معناها أنت تشوف الوضع بطريقة باش تكتشف اللي نظريتك ما هيش هي، حاجة أخرى أحلى برشا وأحسن برشا. دونك خليكم متفائلين واصلوا بالطريقة اللي أنتم فيها وبالتوفيق للعذراء الكل. الميزان اللي هم من الأبراج المتوازنة من الأبراج المزيانة، ولو أنهم اللي تعديت عاشوا نوعا ما مستخيصة كاكا نفسي، ما قلنا الأبراج الهوائية ما يحبوش التكرار والروتين والعواد وكل حكيت هذيك كل، مع فما جانبك المرهف أكثر من لازم هو اللي يخلي الميزان يشوف أشياء بطريقته هو الخاصة، ذاك عليه ساعة ساعة يبلبزوا الأمور بعد يعرفوا يصلحوا ما شاء الله عليهم. دونك خليكم متوازنين، ديما تفكر اللي كوكب الزهراء، ديما تفكر اللي أنت ميزان وحذر روحك للسوربريز للمفاجأة للحاجة المزيانة. وعندي مدة وانا نقول ولادة تحدث في حياة الميزان اللي باش تبدل المعطيات بطريقة خارقة للعادة ويأخذوا ثنية أخرى ديريكسيون واحدة أخرى مزيانة على الأخر. أي ميزان يستنى في ورقة هامة دوسي قضائي إن شاء الله عندكم أخبار مزيانة. أكثر السؤالات تاع الميزان ورقة ولا دوسي قضائي ولا رخصة ولا فيزا ولا دوس ولا حاجة كم هكا. إن شاء الله الأيامات الهذومة اللي جاية فيها أخبار مزيانة تخص برج الميزان. العقرب اللي نقولوا عليهم اللي هما من أكثر الأبراج حظ خاصة لو شهر اللي تعدات بيان سور أونتخ صار شوية
إحباط والقلق والتأخير والخطوات بطيئة، أما هذا ما يمنعش اللي نسبة النجاحات أكثر برشا 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 للسلبيات اللي قاعدة تصير. السلبيات هذيك في حياتنا اليومية لازمنا نتقبلوها بكل معناها أريحية وبالصبر وبالأمل وبالتفائل، وواصل بطريقتك ما تنساش اللي أنت في أحلى الأيامات في أحلى عام نجم نقوله من نواحي الكل، خاصة عاطفيا استقرار كلي، وأخيرا نجم نقوله العقرب خذيو القرار المناسب في الوقت المناسب. يعني كان ضيع أكثر وقت باش ضيع على روحك برشا حاجات حلوين، ولهذا قدم بطريقتك وعيش اللحظة وعيش التجربة. رجل العقرب واصل من غير تردد، إياك تمس ثقتك في نفسك مهما كان الوضع. نتحطوا في مواقف الصعيبة ساعة ساعة، تعمل لنا باوز صغيرة، مساعات نجم يكون الموقف ذاك يوريك برشا حاجات حلوة أخرى، برشا حقائق توضح لك، برشا معلومات توضح لك، برشا حاجات تخليك توصل من غير ما تتردد، معناها تمشي من غير ما تتلفت وراك. دونك حاجة خارقة للعادة، ولو أنه نجم يكون ساعات باساج أن بو ديفيسيل، مي كوميم وراه إيجابيات خارقة للعادة. واصل بطريقتك وانتبه انتبه، وما تعطيش الفرصة شكون يحاول يعطلك يحاول يحط لك العصا في الحجلة. امشي بطريقتك أنت الخاصة. الحاجة المزيانة في العقرب كسوا امرأة ولا رجل، ديما يتحملوا نتائج أفعالهم، عمرهم لا يحطوا نتائج على غيرهم. أي حاجة تصير يقول لك أنا سبب، أنا عملت هكا، أنا ما ندرش، هذه حاجة يسر مزيانة. دونك مادام تتحمل مسؤوليتك كمل بطريقتك، وإياك وتأثير لونتوراج، إياك مش وقته حتى طرف، خاصة ليمة هذايا. القوس اللي قلنا عليهم البارح بالحق من الأبراج المزينة المحظوظة، خاصة أكثر القوس اللي يخدموا أحراره، صارت نوعا ما من الضغوطات، ومعناه حبوا يتراجعوا ولا يسلموا ولا يتنازلوا ولا يبيعوا ولا الحكاية هذيك الكل. أنا كونتر أنك تبيعوا، كونتر أنك تنفصل، هذوما دو بوان بالنسبة لي أنا، خط أحمر ما يتمسوش. دونك الوقت الصعيب اللي فيه صعوبات تتعدى، حتى كان فما وقت حاليا حكاية فارغة في فارغة، تو تشوفوا اللي هي حكاية فارغة في فارغة، واللي جاي أحلى وأحلى. يعني أي حاجة تزرعها ليامات هذيا تجي ليامات اللي تحصدها. انت ما تقفش، انت واصل بطريقتك واعمل المجهود اللي انت تقدر عليه، وتو تشوف النتائج من بعد. اي باز اي تندغي اي وضع هكا تحسوا فلو ولا صعب ولا اللي مش هو، ما بيك تتجاوزوا وتواصل بطريقه العقل اللي عندك والذكاء اللي عندك والكاريزما الحلوه اللي فيك. انثى القوس واصل بطريقتك، اياك والتردد والتشائم. انت زاده تجنب معناها اراء الاخرين وامشي برايك انت الخاص، ما تقعدش تاخذ تعطي، ما تضيعش الوقت على حاجات نجم ما ترجعش، نجم تعوضش، نجم فما حاجات على الغالب يجيو فرصه مره في العمر ولا مره في وقت معين بعد ما نجموش نسترجعها. ولهذا أي حاجة إيجابية بالنسبة ليك مهما كانت واصل ما تترجعش، وتشوف قد الحظ معاك. الجدي اللي قلنا عليهم خرجوا من مرحلة الجزر والمد والأخذ والرد، وعملوا الخطوات المزيانة، نجم نقولوا تعديوا لونتخي، هما في البلال برينسيبال. أي ضغوطات نجم تصير عادي جدا على حسب السيتواسيون اللي أنت فيها. دونك يلزمك تتجاوز الصعوبات بطريقة أذكية وبطريقة اللي فما غدوة فما بعد غدوة فما حاجة جاية في الأفق القريب إن شاء الله، ما نحبش نقول الأفق البعيد. دونك واصل، إياك والتردد والتراجع والإحباط، مش وقته حتى طرف، بتاخذ زمام الأمور بطريقة مزيانة وبطريقة حلوة وفيها برشا قوة، برشا اندفاع، شجاعة، التفائل، حب النفس، وواصل إيجابوار، خاصة الأيامات اللي جاية. شنو اللي عندك يا جدي مهما كان الوضع حاليا، إيجابيات ممتازة، وأي صعوبات وراها نتائج خارقة للعادة، ولا أخذ قرارات ولا تجاوز مراحل. المهم الحركة الممتازة اللي باش توصلك لمبتغاك، باش توصلك للي انت تحب توصل له. أنثى الجدي خليك متفهمة، تنحي صحة الراس، تنحي العناد، وخذ الأمور هكا بالراحة أكثر، وكون سوبل أكثر باش تنجم تحقق اللي أنت تحب عليه. الجزء الثاني اللي هما عايشين فراغ عاطفي، نقولها انتبه، الحب في الطريق إليك ما عادش يوخر برشا. والحاجة المزيانة، الفترات اللي استنيتوا فيها تعويض كلي، يعني البختونك باش يجي مزروب، ما عندوش وقت يضيعوا. دونك في ساعة تبديل كلي هكا في ما نعرفش في غمض عين، معناها شونجمون كبيرة برشا ما شاء الله. جزء كبير من الجدي اللي صارت معاهم شونجمون غير عادية، هما بيدو ما كانوش يستنيو بيجي بالطريقة هذيك، ميكم ام ربي سبحانه كتبدا عندك حاجة مزينة اكيد تو اتاغ تخلط لك بإذن الله. حافظ على التفائل وخليك رومانسية شوية، نبعدو شوية على الجديات، فما مراحل لازمنا نخرجوا من الجديات وناخذوا الأمور باللين هكا وبالجانب الإنساني والروحاني. معناه في الأول في الأخر احنا بشر، أنا بزوان هكا حاجات مزينين اللي نستمدوا منها الطاقة والصبر والحب والحياة المزينة. نتعديو للدل
قالوا اللي هما من الأبراج الممتازة جزء كبير من دار البارحة عندهم أخبار سارة. مبروك مبروك ألف مبروك سيغتو اللي عندهم سينياتور اللي عندهم حاجة هامة اللي أمنية قاعدة تتحقق اللي حلم قاعدة يتحقق اللي نجاح قاعدة يتحقق خارق للعادة هي البرشا هنيئا والعاقبة اللي بقيت الدلو اللي مزالوا في الانتظار ولو إنهم فما دي بروميس حلوين على الأخر دونك خليك متفائل وإلا متفائلة وصل بطريقتك وتشوف ليمات اللي جاية أحلى برشا بليمات اللي اتعديت هذاك كل النجاحات اللي وصلتوا لهم ولا الخطوات اللي عملتوهم ولا القرارات اللي خذيتهم هذاك كله بخيباراسون للي جاي ديما فما اللي جاي دونك بإذن الله اللي جاي أحلى وأحلى حب كبير يدخل حياة الدلو اللي بدل المعطيات الكل الكل يعطي شحنة مزيانة غفلي خارق للعادة يخليك تحس هكا بالتفائل وبالأمل وبالعزيمة والإرادة كليسانس إذا كان بالنسبة لي أنا الحب هو ليسانس باش نجم تكمل توصل بيه وتوصل بيه اللي أنت تحب عليه خاصة السوتيان موغال البريزونس كل حاجات المزيانة الكل هنيئا للدلو وأخيرا جاء الوقت اللي باش يعيشوا فيه بالحق الأوقات الخارقة للعادة وياخذوا لرواحهم أقصى ما فما وأحلى ما فما إن شاء الله. الحوت الحوت اللي هو من الأبراج المائية خرجوا هما زاد الحمد لله رب العالمين ما كان فترات نقولوا ما تكلمش واسكت ورد بالك وما تخليش كلمتك فوق الجميع وكذكيك وكذكيك كل سيد تغميني طبعا باش نبدلوا معناها الموضوع بطريقة أخرى قلوا حاول قدم حاول تواصل ما ترددش ما تخافش ما كمل حتى كان لقيت صعوبات حاول تتجاوزهم كان لقيت ضغوطات حاول تتأقلم معاهم كان لقيت روحك في موقف حاول تجري معناها أنت في مرحلة متاع ترانسفورماسيون خارقة للعادة اللي وراها نتائج ممتازة ولهذا حافظوا على جانب التفائل ووصل بطريقتك. أنثى الحوت اللي جزء منهم كبير برشا ما شاء الله عليهم عمليين ماديين عاطفيين خارق للعادة وفما جزء من الحوت اللي مازال عندهم التردد على حسب الأوضاع اللي هما فيها إذا كان ما يكونش عندك بارتنير ما يكونش عندك سوتيان موغال ما يكونش وما يكونش كيفاش باش نجم تكمل تواصل في خضم الحياة دونك نو ميلونج با لي شوز الخدمة والمسؤولية والصعوبات والتعب وذلك في جهة والعلاقة والحب والسوتيان موغال والبريزونس والكلام الحلو والحضور بالعكس تعطيك معناها سوتيان تعطيك طاقة تعطيك إيجابيات ممتازة اللي تخليك تجاري بالصعوبات من غير ما تحس بهم وأمو على الأقل ينقصوا 50% بالحضور المزين والمميز ولهذا انطلق انطلق من غير تردد والباقي نقول ساعات راهو تجي فرصة مستحيل تتعوض مستحيل تتعوض نجم تجي فرصة أخرى ما تجيش كما هذيك بالضبط معناها دونك عيش اللحظة عيش التجربة ما فماش علاش ليه وواصل وديما نقولوا إن شاء الله اللي جاي أحلى وأحلى في الأول وفي الآخر نقولوا نتفائلوا خير نلقاو كان الخير شنهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا مرحبا بكم مرة أخرى وين ما كنتم مرحبا بالناس اللي التحقوا بينا توا مرحبا بالناس اللي مصاحبين من 9:30 أهلا وسهلا مرحبا بكم ما يا سيدك يا بن سيدك الفقرة هذه توا نستناو فيها الكبار يستناو فيها فقرة بصحتك النجم ورات نجم تكون بصحتك كما راهي حركة بدنك ما حرك بدنك صحتك 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 تخدم معايا صحتك تحرك في بدنك صحتك تحرك صحتك 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 جيت امي صلح الوجه فما حتى مشكله ما فما حتى مشكله لا احنا دخلتني الوقت كالعاده وبوغنجة سبعة لي فرقه مدت لي كوم دابيتود ربي فضلها دونك فما شويه حاجات جديده تفضل سيدي احكي على السبور نتاعك مرحبا مرحبا عسلامه مرحبا بكم الناس الكل تفضل هاي سيدي هاي بدينا بالتشالنج تويك عندنا دقيقتين مشاو حرام زقوم بشو كل درشنا بربر بيه سامحني سامحني بيس معنا اللباقة بيه سيدي اليوم حضرت لكم دي زيكزيرسيس كي العادة دونك سهلين ما همش صعاب العباد اللي يتفرج فينا على EFM TV دونك الباج متاعنا فيسبوك ينجموا يشوفوا الفيديو سينو العباد اللي تسمع فينا نحاولوا باش نوصلوا لهم المعلومة وين ما كانوا دونك لي زيكزيرسيس سهلين ما ليكزيرسيس الاولاني ما في حتى شيء جوست il suffit باش نقعد اون بوزيسيون لاتيرال نحاول نحط ايديا باراليل وسول معناتها متوازين مع القاع ونجيب ركبتي اليمين حتى كشي الكف يدي دونك نعاود ليكزيرسيس هذايا برشا مرات نجم نوصل نعمل 8 10 12 مره كل واحد وجهيده ومن بعديك نبدل الساق الاخرى كونديسيون واحده برك يلزم الظهر يبدا مستوي ويلزم النمبر دو ريبيتيسيون معناتها العدد اللي نعمله على اليمين هو بيدو
العدد اللي نعمله على اللسان. دونك هذه حاجه سهله على الاخر. الاكزرسيس الثاني كيما قاعدين تشوفوا نقعد كاريمون في القاع ونحاول باش نطلع جوست الباسان تاعي الفوق معناتها الحزام تاعي الفوق ونعاون بيدي. دونك كيف كيف البوزيسيون هذه فيها دي كونديسيون نتاع ريوسيت معناتها يلزم يكونوا حاضرين اللي هو الظهر يبدا مستوي ونحاول نطلع الباسان نكبس كرشي ونطلع الباسان. الاكزرسيس الثالث كيف كيف سهل على الاخر انا حطيت كعب ستيب دونك العباد اللي ما عندهمش اللونجان هذاك ستيب ينجموا ياخذوا درجه ولا حاجه طالعه شويه كي عاده ماك ديما انت دروج ودرجه وتحب طالعان في الدروج والدنيا نحيوه من الدار ما خير ولا ترسي لهم يشريوا نخدموا على درجة نخدموا على درجة على عتبة على أي حاجة في الدار على عتبة كيك معنا ما نعملوا نخرجوا نحلوا ببين ديارنا نخدموا على عتبة باب الدار على أي حاجة عالية فوالا أي حاجة عالية في الدار صحيح فوالا دونك نحاول باش نطلع نحط ستة يمين نحاول حتى ستة يزي باه تفضل مرحبا باه دونك نحطوا ساقنا اليمين ونحاولوا جوست باش نطلعوا دونك نعملوا 10 مرات 12 مره باش نرونفورسيو معناتها ركيبنا والساقينا نبدلوا الساق الاخرى نعملوا كيف كيف النومبر دو ريبيتيسيون هو بيدو. العباده اللي ما تنجمش تطلع تنجم تعاون بيديها تحط يدها على الساق اللي فوق العتبه معناتها يدها تقعد على ركبتها ونحاولوا باش نطلعوا كيف كيف. الاكزرسيس الاخراني ما في حتى شيء دونك ساهل مال اباز دو غيناج دونك نحاول باش نخلي ركيبي في القاع البوزيسيون تاع ظهري تكون مستويه نخلي الالينيمون تاع الظهر ونحط الكود نتاعي في القاع وركيبي زاده في القاع ونحاول نطلع مره بيدي اليمين مره بيدي اليسار سي ان اكزرسيس دو غيناج اللي يخدم لنا البدن الكل وسهل سهل غيناج سهل هي سهل بالحق على الاخر. دونك كان تشوفوا لي زيكزرسيس اللي الخمس اكزرسيسات اللي اخترتهم اليوم راهم يخدموا البدن الكل يبداو من البارتي الفوقانيه معناتها الاود وكور معناتها البارتي الفوقانيه الكتف والظهر كل شيء دونك تلقاهم بالحق كامل. دونك تنجم انت تخدم لي زيكزرسيس هذوما اون ديريك خدمت سيونس كامله وراك ما تستحقش باش تعمل اي حاجه اخرى. دونك العباد سينيور كيما احنا سميناهم ان شاء الله ربي يشدهم صحه بدنهم ويحاولوا باش يخدموا لي زيكزرسيس هذوما يتفاعلوا معنا ويقولوا لنا شنو قولكم في لي زيكزرسيس اللي عطيناهم لكم. فما اسئله جاتك الايامات هذوما على التمارين الكبار ولا لا؟ الاسئله ما وفات مش ديريكت وفات قالوا لنا يعطيكم الصحه لي زيكزرسيس ساهلين دونك حاجه باهيه معناتها انه فريمون العباد تتفاعل معنا وتخدم فيهم. فما شكون زاد ابنه كلم بعثت لي معناتها ميساج قالت لي راهو قاعد نخدم انا وامي دونك حاجه باهيه فريمون باش هكيك تشجعوا والديكم وانتم بدا زاد باش تخدموا مع والديكم. لي زيكزرسيس هذوما مادا بالطقس مزيان وكل شيء راهو نجموا حتى نخدموهم. فما حرف البي برشا خدم برشا فما حرف البي خرج لي ياسر انا تفضل تفضل دالي قلت باش نقعد نقري ونوري انا ونصلح في الجمل بدا بابا تفضل. دونك سيداتي انستي سادتي مستمعينا الكرام تلقاو لي فيديو نتاع الكوتش دالي حلاوته يخدم بلاش حديث تلقاو لي زيكزرسيس كلهم لي فيديو موجودين على الباج نتاعنا باج فيسبوك اي اف ام المدام وجيه. وكان عندكم بالحق اي مقترح مثلا ولا اي سؤال ميسالش ابعثوا لنا ولا ابعثوا لدالي تبين على الباج نتاعو فيسبوك ولا الانستغرام بدبز البكري تنجموا تبعثوا لنا. مرحبا بكم الناس الكل انا وابنائي ما زلت معاكم بالطبيعه ما زلنا باش نرافقوكم حتىش نص نهار من بعد سهسوها باش نلقاوها في الحمامات برك الله تحوس في ربوع الوطن في ربوع الوطن البارح في وين هي البارح هي وين في صفاقس البارح ليه بالذات فما بير سيدي علي بن خليفه هكا بالبي الكل حافظهم كلمه البي واسماء منطقته. دونك نمشيو للسهسوهات نشوفوها تراه في بوان مارشي. الو الو سهسوتي بونجور سافا لاباس شنو حوالك؟ والله الحمد لله. انت في الحمامات ما احلى اي شيخه لهنا انت قريبه الريستورون يعرفوا شادي ديما يمشي له ريستورون ولا لا ريستورون لا 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 ريستورون شادي ده في كرشو دونك اين المنطقه ديك نعرف اي ما نسميوهش ما نسميوهش بحذينا صحيتك فعلا زلنا كتلينا هكا حزيت بنين على الاخر بالطبيعه
صحة وفرحة ليكم. معاشي ديما فما كلمات نتفاعلنا معناتها على صحتي ورشيقتي البدنية والمدنية وكل بدنية والمدنية ما عادش نجم وكل لا بالبي بالبي انت زاده بالبي لا يوم البي تحيه لدالي تحيه لدالي تحيه لدالي بقات دونك اي احنا في الحمامات وين باش نمشيو باش نمشيو للمرشي الحمامات العاده اللي فرحوا بينا الحق فرحوا بينا عطامنا جو عطامنا يعطيهم الف صحه بارك الله فيهم مشكورين يا سيدي اهالي الحمامات ديما طلعوا علينا لهنا في الحمامات خاطر قليل اللي نجيو نديهم وكل خبز الطابونه بجنبه زيت زيتونه باش نموت اي نعم شيء كبير يا عمري وقتاش مروحه حاجات بنين والله ما بين غدوه وما بين هالاثنين انا وساعي ميد هكاك باش ما بين غدوه بين هالاثنين مقربه سفره جمعه سبت احد ثلاثة ايام وين باش تقعد باش تقعد في الحمامات ولا باش تنطلقي الى منطقه اخرى في الحمامات في الحمامات في الحمامات باش نبقى ونشوفوا نهار الفيلم باهي 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 سال مقرايتك سال مقرايتك احنا محصورين بين اربع بيوت لهنا في استوديو نقدموا في ماده دسمه صحيتك صحيتك يلا اعطينا الاسوام نتاع الحوتات اللي تفرج فيهم وباش تاكلهم عندنا السوبيا اكيد عندنا السوبيا 20 دينار الورقه 13 دينار و8 جنيه المرجين 11 دينار و6 جنيه لا ما فماش صوت التقف الشقب مشى الصوت انقطع البث انقطع البث نعاودوا نتصلوا بالسوبيا انقطع البث بالسوبيا ما نعرفش بديت الساعة تعطي في أسوام باهية محترمة نتاع عبدي نجم يعمل بلونجون هاي الحمامات ولا ما فما في الإجراءات ما ندخلوش في ولاية أخرى لا ما قال ما قال ما قال 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 بدل من البين لقى قبل باهي مشات الساسوهات بحذينا ملكة المطابخ جابت لنا حويجه شابه ياسر وفكيتها فكين من يديكم باش على الاقل تظهر اموا للناس واحنا قاعدين استرتها وانتم استرتها غطيتها بعدها من قدامنا دونك معانا درسوف صباح النور درسوف صباح الورد كيف الحال؟ الحمد لله عملت لنا حويجه مزيانه بنينه هكا نتاع كويس تي من بعد في السحور زاد كيف كيف هذا باش نخلي منهم كعبات السحور حاجه ياسر هايله شو اسمه هذا؟ في رمضان بعد شقال فتره ان شاء الله هذيك بورجواز شوكولا بيستاش الله بورجواز باين بورجواز ما نلعبوش والله باين باين بورجواز على الاخر سفسريه بيستاش باين بورجواز يلا درساف اعطينا المقادير و لنا عاد المخرج يكمل ترارن تم درسك واش مستانسه خاطر يلا اعطينا به المقادير 225 غرام سميد ارطب معرج دوري ذهبي 100 غرام بسكويت مرحي ارطب 100 غرام فستق مرحي ارطب 25 غرام سكر محور حكه وشطر كريم فريش 150 غرام شوكولاته كعبات فستق للزينه به بأول حاجة ناخذ قلاية على نار هادية نعرجو السميد يولي ذهبي شوية هكذا بعد نخليوه يبرد شوية نحطو فوقه البسكويت المرحي ونحطو فوقه الفستق المرحي والسكر المحور ونخلطوهم بمغرفة ومن بعد نبداو نلمو فيهم بالكريم فريش نبداو نحطوا حكه وشطر معناها على الوصفه هذه ونلموهم نلموهم تحصلوا على عجينه تبدا متماسكه وطريه به نقسموا العجينه كعابر انا عملت زوز انواع بين الكبيره هذيك شويه 30 غرام والصغيره 20 غرام كل واحد حسب القوالب الصغار اللي عنده معناها بين 30 و 20 غرام مشاو دريب زوست لهاوك لو ياسر ديزاين نكعبروهم ونحطوهم في وسط القوالب هذوكم جوست ننزلوا عليهم شويه بكيس نتاع تي صغير مش برشا جوست ننزلوا عليهم شويه بالكل به ناخذوا الشوكولاته نذوبوها
ونخليه كل سنتي صغير هكاك نص سنتي هكا باش نحطوا الشوكولاته ونصبوا فوقها الشوكولاته ونحون زينوها بالفستق وندخلوها للفريجيدير تبرد مده سويعة من زمان باش بعد كي نحيوها من القلب في ساعه تتنحى بصحه وبشفاء. هاي سهلة هذه لفيها تطيب لفيها 180 درجه ولا حتى شيء ما فيها حتى شيء حتى ماكلتها فاسيل وسميد وبيستاش وكريم فريش وسميد وسميد ايه برش نعود في صافي من المقادير خلي العبد المقادير 225 غرام سميد ارطب معرج 100 غرام بسكويت مرحي ارطب 100 غرام فستق مرحي ارطب 25 غرام سكر محور حكه وشطر كريم فريش 150 غرام شوكولاته كعبات فستق للزينه باهي برش يزين ما عملت والله يا زين ما عملت بالحق خاطر حاجه ياسر ياسر بينا باش نصرحكم لا وقت لا كونتيتي لا ما هغزر لنا محلي شويه شويه وبركه الله معناها الوصفه هذه تعمل 20 كعبه باهي 20 كعبه حتى وقت ماكلتها زاد تك تك ليه تعرف انا كليت كعبه راهو ماهيش خفيفه ياسر معناها راسي مع بعبة بالبي فهمت مع بعبة بالبي يعطيك الصحه درسوف دونك تلقاو الوصفه كامله في الفيديو موجود على الباج نتاعنا فيسبوك اف ام المدام وجهها وبالطبيعه نعاود ديما نقول لكم ما تحشموش كان عندكم سؤال ولا حاجه ادخلوا على كوجينتنا باي درصاف بحري الانستغرام درصاف جاوبكم على كل شيء نرجع لك السهسوها خليناها في الحمامات نشوفوها اين هي السهسوهات سهسوها نسمعوا في الحس وما عندناش تصوير ما بونجور غو بونجور هاي شبيك طاح الريزو ايه والله ما عندهمش ريزو داخل دونك باش نقول لك على الاسوام البرا ميسالش ومام تو باش كان توحشتوا الحمامات كونتر فيديو نتاع الحمامات هاني باش نوريه لكم من البرا تذكر السبكتاكل نتاعك وجهها والجو هذاك الكل اي في الصيف ان شاء الله بحول ليه هم غموني توا السبعه هذيا نتاع العشيه ما عادش شكون باش يجي يتفرج ما ساعتين تلقايله والله الحمامات كلها مسكره خساره والله ما كانتش الحمامات هكا معناتها كلها مسكره وما فما ما فما حتى حد الزون تورستيك كلها مسكره يا لطيف الله غالب الله غالب وكا ان شاء الله ربي يلاح علينا هالغمه خلي ترجع بلادنا تحيا والناس يعيشوا يتنفسوا حاجات هكا تبرد شويه على القلب هاي اعطينا الاسوام سهسه ان شاء الله ربي يرجع كل شيء كيف ما كان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عنا كما قلت لك الشورو 11 دينار استني نلقاو حوت شربة مخلط ب 6000 جديد هذه ما سمعتش في حد سوق هنا شو شربة مخلط اي عندهم هما الشربة مخلط 6000 عنا سردينة 3500 نقابل القرنيت على 19.8 كروفيتا رويال شيخين صغيرة محليو انا شوفوا فيهم اي كروفيتا رويال 85 دينار القاول على العلوش على 28 دينار و 50 البقري 27 اي الكبدة 28 دينار بالنسبة للبقري عن العلوش 38 الكبدة فما حاجة أخرى يبيعوا جنب البقري مخلط 15 دينار الكرومة ب 20 دينار اي كتلة البقري 25 الكرشة ب 7000 الحمر ب 8000 عندنا المرقيزة 25 دينار الدوارة ب 14 دينار اي والهرقمة ب 8000 باهي عملنا طلة عملنا طلة على القدرة باهي نلقاو الفلفل المسكي 3980 البطاطا 13180 انا نمشي ان شاء الله نعرف نرجع بعد لا لا تعرف ترجع قول لهم انا سهسوها تو يرجعوك وين كنت ما تخافش ما معروفه تبارك الله عليك مشهوره يرجعوك لبلاصه تو يجيبوك لهنا طول وقت عاد لفم من هالف الا شيء ايج على رويحتك هاي عندنا الفول اسمه تاشنيان ب 3000 ما روتار سو دونك الضحكه باش تسمعها بالدوبل شنو هيش قالت؟ يقول الكاميرا تخلي فرعون كل شيء مع بعض اعطينا الاسوام من بعد الزومر
هي ثلاث سوايم التفنيرية 15 ربطة البصل 500 كيف كيف لاتوب دينار الخاص ب 800 مع عدنوس ب 600 القارص 15 لوبيا الخضراء 12 دينار اللوبيا الخضراء ما طاحتش أنا البسبيس الرابطة 16 بلوتو اوكي هو دوما كانت الاسوام يعطيك الصحة خنكتينا ما قلت لنا بالاسوام كان ما الروح نتاعنا طلعت سهسوها شنو روح روح من الحمامات روح هكا هاو هاي هاي تلم تلف وروح ويزي هكا هاو هاي الى اللقاء دوما يز شنو قعدت في الحمامات حتى الاسوام عطاتهم تركي فيه ما عنديش الاثنين وقسم على ربي ولا ما فهمتش تركي فيه تعبه هاك والله ما نعرف على كل حال نحن نخرجوا فصل وراجعين على إيفام أحلى راديو إيفام أحلى راديو العشرة وستة واربعين دقيقة لقيت هذية وقيت الميديا ماج ميديا ماج ولد بنتي علي عرعود صباح النور صباح النور فلو ياسمين يعيشك فطرت فطرت شربت حليبك شربت الحليب خبيان نبداو تفضل بي احنا البدايه باش نبداو نحكيو على الموضوع اللي دار برشا البارحه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي هو موضوع اللي كان البطل الروايه معني خاطر وليت حكايه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي هو زميلنا شكيب الخويلدي في القناه الوطنيه ربي يشفيه خاطر سمعت اليوم فما كلمه تقالت في البث المباشر هم في بالوش اخي صارت عليها معناها جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي احنا باش نعرفوا اكثر التفاصيل وزيدا نطمنوا على صحة سي شكيب حاضر معنا زميل ولده عزيز خويلدي صباح النور عزيز صباح النور نفس الكل صباح الورد والفل والياسمين شكيب شنو الأحوال عزيز الحمد لله الحمد لله الحمد لله عزيز ولا شكيب كيف كيف أي صحيح الحمد لله الحمد لله اليوم خير صحته الحمد لله البارح تفجعنا عليه الناس كل فزعت عليه الحمد لله اليوم نجم نقولوا اللي هو لاباس معناتها لاباس الحمد لله الحمد لله سكر وتعدل الأمور واضحة جو باهي قاعد يتعدل نورمال الحمد لله عزيز احنا باش نبداو نحكيو انت البارح حبت ستاتيو على الفيسبوك حكيت فيها على برشا حاجات نحب نسالك ساعه قبل كنت تفسر لنا شويه معناها اللي صار كنت تعطينا انت وجهه النظر نتاعك وجهه نظر بخصوص شنو بخصوص الحاجه اللي صارت الحادثه ولا بخصوص بخصوص الساعه خلينا نبداو برده فعل العبيد ومن بعد نحكي شويه على التفاصيل الحادثه بون رده فعل العبيد سانسيرمون انا ما يش جديد علي معناتها نخدم في الدومين ونشوف لي كومونتير سبين اسهل حاجه عند العباد التنمر التهكم اسهل حاجه عند العباد بالحقيقه معناتها توقعت كثير فما هجوم توقعت كثير فما سبين مش مش بالدرجه هذه مش بالدعاء مش مش بالعرض مش بالعائله مش بالام تتشبد مرته تتشبد اللي هي امي احنا خواتي معناتها فما تحس تقول يا اخي شنو صار معناتها ابريتو باللي باش تكون فما غلطه باش تكون غلطه مهنيه ما يتسبش انسان على غلطه مهنيه ما تجبدش عائلته ما تجبدوش اولاده ما تجبدش امه متوفيه معناتها عيب عيب معناتها انا شفت دي كومونتير اللي الحمد لله بابا ماشي يشوف فيهم كان يشوفهم راه حالته تعكرت اكثر راه تقلق اكثر معناتها بي عزيز احنا نرجع تنحكيو على التفاصيل الحادثة انت البارحة بط في ستاتيو متاعك قلت انه بوك عنده مرض من نوع اللي يخليه يشرب الجاع من غير الكول وقلت زيدا انه التعليق على المباراة البارح ما كانش من الملعب وانما كان زيدا من الادارة بالضبط هذه من التلفزة معناها من ادارة التلفزة من مقر التلفزة بالضبط فما برشا ناس ما تعرفش الديتاي هذايا اللي ديما فما في وقت اللي في وقت كل مباراة تلقى فما معلقين موجودين في التلفزة مش في حالة صارت مشكلة فما 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 حاجة في الصون دونك لازم يكون فما جورناليست ولا فما معلق اللي يهبط يعلق من الاستوديو هذاك شنو صار البارح بابا كان موجود دونك هبط باش ينقذ الموقف غير ما هو هبط من التلفزة هبط من ديرو باش يمشي للاستوديو يعدي معناتها الماتش وينقذ الموقف دونك هنا العباد في مخها شكيب الخويلدي مشى الاستاد هز مع الكول ويشرب قال له كول ليه انت شوف منين عدى عدى من التلفزه الوطنيه من مقر التلفزه هو جهه انت مشيت للتلفزه وتعرف وتشوف انت كي تدخل التلفزه الساك يتفركس انت الناس تشوفك شنو عندك معناتها تتعدى على 100,000 كيما اي مؤسسه كيما اي مؤسسه وهذه مؤسسه وطنيه وحكوميه معناتها دونك فما حاجه لوجيك ما تقبلهاش العباد طول تسب ما تسالش على الديتاي ما تسالش على اللي شافوه في لي كومونتير اللي سمعوه زاد هكا هو غير قابل للنقاش هذاك هو يشرب على المباشر وما عينيش نسمعك وهي باش نسبه
باهي. وهو معناه انت اللي حكي خاطر احنا رينا بعض زيدا حديث اخر من الزملاء قالوا يفدلك والا بالحق. فما شكون قال ليه معناه هو يستعمل جيعه من غير الكل؟ ما فهمتش جزء. احنا عزيز نحب نوضحوا للراي العام الصوره كامله معناه، كان انت تعطينا اكثر التفصيل هذا. باهي ايش نقول لك حاجه، انا كولده معناتها نعرف بابا اللي هو يستهلك الجوعة هذية اللي بون كلمة بيرة ولا تقلق ما نفس نقولة يستهلك في البيرة سونز الكول. البيرة سونز الكول اللي هي في الفريجيدير نتاع دارنا مازالت موجودة لتوا، واللي هي حاجة يظهر لي ماهيش غلطة معناتها، يظهر لي العباد الكل تنجم تشريها حتى من عند العطار. فهمت؟ دونك اصحابه فما اللي قال يفدلك، فما اللي قال هذا خاطر ابيتو مش مثل الكل كونتاكتيتو، مش مثل الكل هز عليه التليفون معناتها. انا ولده قعد ساعه مطلب فيه باش هز عليا البارح معناتها. كل واحد حلل حسب اللي هو ينجم، ولكن التحليلات الكل والتفسيرات الكل كانت بعيده تماما على انه هو قاعد يشرب في بيره معناتها بالالكول في وسط مقر تهزه وطنيه. دونك انا الحاجه اللي نجم ناكدها لك اللي انا نعرف بابا، ونعرف بابا اللي هو يستهلك في الحاجه هذه بتوصيه من الطبيب نتاعو. واللي هو يعمل حتى معناتها ماء بالشعير والصيد طبيعية معناتها. العبيد ما تحبش تفهم الديتاي، ما تحبش. فهمتك، شكرا عزيز. نعرفش اذا انتم ما نعرفش انا جوست عزيز باش معناها باش نقول اذا كان مش اذا كان معناها انا تو باش ناخذ كلامك كيف ما هو معناها. اذا كان سي شكيب في مقر التلفزة ويقدم في معناها في المباراه، يعلق على المباراه، يعلق على المباراه وهو في التلفزه، علاش رئيس المؤسسه بيدو يهبطك الاعتذار ويقول انا باش نمشي صحيت؟ سالتوش عزيز، سالتوش قلتوش علاش رئيس المؤسسه يا اخي؟ ما هو غاديك هو بيدو ما كانش ينجم يهبط على الارض قال اخر كي هو بحذاه اي فوالا على ما ينجمش يهبط يشوف بلاس. وي نقول لك حاجه وجه، انا الحقيقه معناتها لي ديتاي هذوما ما عنديش، ولكن الحاجه الوحيده اللي نجم نقولها معناتها بما انه انا معناتها اختصاصي صحافه وقاري صحافه واعلام، دونك نجم نقول لك اللي الاعتذار اللي هبط شكليا مش نحكي على المضمون، شكليا منطقي معناتها صارت حاجه صار عليها معناتها بلبله من الراي العام. دونك نهبطوا اعتذار. المضمون نتاعو انا واحد من الناس ما نعرفش شكون اللي كتبه، ما نعرفش اسكو هذاك كتبه معناتها مدير كتبه انسان معناتها تبدل تغير، ولكن الاعتذار في حد ذاته انا واحد من الناس معناتها نشوفه حاجه لوجيك. هاني ولد شكيب نشوفها حاجه عاديه ومنطقيه، ولكن انه المضمون فما برشا حاجات انا مانيش موافق عليها، ولكن انا كوميم عندي ثقه في التلفزه وعندي ثقه في الاداره اللي هما ما مش باش يعاقبوا انسان ولا باش يتهكموا على انسان ولا باش يظلموا عبد ما عمل حتى شيء. وغيرمون كان جات فما اي حاجه تاكدت عليه وقتها ولا اي حاجه، ومن غير ما ندخل في الديتاي انت عابد شارب تنجم تفهم، ومن غير حتى ما تحكي معاه معناتها تمشي وترجع لبيروك تنجم تفهم كل شيء. كان فما حاجه تاكدت عليه راهو هبط وتاكدت الحكايه، ما هما قالوا تم ايقافه عن العمل حتى مشينا نحقوا معاه ونشوفوا معاه. فهمت؟ دونك فما برشا حاجات صارت البارح اللي انا الله غالب ما نجمش نحكي فيهم، ان شاء الله هو يخرج ويحكي. فما برشا ديتاي أي. انا حاجه برك نقولها لكم اللي بابا للمعلومات اللي برشا عباد ما يعرفوهاش، بابا خبره 42 سنه خبره ما بين الصحافه المكتوبه وما بين التلفزه. اسكو انتوما تشوفوا بصفه عامه انتوما في البلاتو، خليني انتوما معاكم في البلاتو، اسكو تشوفوا انسان بخبره 42 سنه بالشغل تغلط كيما هذه؟ صعيب برشا معناتها باش يكافئ روحه هو في خلينا نقولوا في فانت كاريرو باش يخدم كاريرو هكايا. معناتها انا بابا من عام 94 لو دخل التلفزه حتكشي 2011 ماهوش مرسم. بابا كان يخدم كمتعاون خارجي وماهوش مرسم، ترسم عام 2011 معناتها انا عديت ستاجي في التلفزه ونمشي للتلفزه ما فما حتى انسان يقول لي فيه كلمه خايبه. العباد الكل اللي يسمعني ولد شكيب يفرح، انت ولد شكيب بوك خير الناس، بوك عز الناس. معناتها وقت اللي تجي حاجه كيما هكايا ويكبروها ناس ما عندها ما تعمل، ناس شده التليفونات، ناس شده البيسيات نتاعها، فاشله في حياتها، محطمه في حياتها، يحبوا يحطموا معاهم العباد. بوجه جزت حاجه بركه عزيز صاحبي اخوي خدمت معاه برشا في الحوار التونسي. عزيز جزت فما حاجه بركه انا رايي ظهرت لي بيزار معناتها على الاخر، انه فما برشا دي ستاتيو هابطوا من ولاد التلفزه الوطنيه. فهمتش نقصد ولا من ولاد التلفزه الوطنيه يقولوا راهي تفادليك، راهو غلطه، راهو غلط،
راهو معناتها فهمت لو سونس معناتها فهمنا وكلامك صادق على الاخر وانا نعرف معناتها كلامك انت صادق وصحيح 100% عندي اما معناتها وهبت وحتى الزملاء قالوا راهو بيرا سونز الكول وكل شيء اما نحب نفهم علاش فما عبيد في التلفزه الوطنيه تهبط في ستاتويت راهو الراجل غلط ألورك ماهيش معناتها ماهيش غلطة هي ما فهمت هي غلطة تقنية تحب ولا تكره هي غلطة الراجل راه يلقى روحه في الديريكت وما في بالوش بروحه هي ديجا أولا هي غلطة تقنية ماهيش غلطة راهو نتاع الراجل قال جيب لي كعبة بيرة معناتها صحيح يوسف انا تو مانيش باش نحكي على اطراف معينه ولا عباد معينه ولا مانيش باش نسمي ولكن انت مثلا تو عندك الجرأه باش تقول انا نشوفها مانيش غلطه فما غيرك ما عندوش الجرأه باش يقول مانيش غلطه دونك فما غيرك باش يمشي فيه اوكي غلط ولكن كذا وكذا وكذا بالنسبه للعباد اللي قالت فادلكم خاطر فما برشا عباد ماهمش فاهمين الحكايه وقتها كيما قلت لك هي الحكايه راهي صارت من هنا طول طلع معناتها للاداره وكهو معناتها تليفونه مسكر ومانيش نحكيو معاه دونك العباد مشيت في مخها مستحيل انه بابا قاعد يشرب سيرونتين دونك يا يفدلك يا فما حاجه في الحكايه وانت قلت ديتاي مهم برشا يوسف وي. اللي راهو هو الكلمه قالت خارج نطاق النقل المباشر معناتها بابا واحنا ويوسف انت تخدم في الاعلام وكما قلت احنا اصحاب ونعرفوا بعضنا دونك انت تعرف يوسف كان الميكروويف يتحل قبل ولا بعد لونتين كنا نسمع حاجات اخيب من هكا برشا وكنا نسمع حاجات سمعنا عاد في الوطنيه بركه ديجا سمعنا وقتها حاجه مهوله شنو وصلت هذيك تنشوفوا دونك انا نشوف انه غلطه تقنيه تثبت في انه تتقال كلمه بيرة على المباشر الله غالب الشعب التونسي طلعت كلمه بيرة تقلقوا بون ان شاء الله معناتها لا هو مش الكلمه عزيزه هي مش الكلمه هو لو كادغ فهمت لو كادغ اللي تحطت فيه الحكايه معناها برشا عبيد مشاو في تصويره انه المعلق الرياضي قاعد يعلق في الاستاد وقاعد يشرب في البيره تو سامبل معناها هذيك هي التصويره اللي تحطت واللي توا قاعدين بشويه نكتشفوا بالديتاي اللي اولا الساعه سيد شكيب ماهوش في استاد راهو في مؤسسه الاذاعه في بيرو دونك معاه موظفين اخرين والناس الكل تعرف اللي كي باش تدخل اي مؤسسه اعلاميه والا حاجه راك دنيتك وامورك بكلها تبدا واضحه ما عندك حد شيء باش تنجم تدخله ممنوع على خاطر كل شيء يتشاف وان شاء الله يا ربي اول حاجه ساعه نسمع عليه خبر به سي شكيب ان شاء الله ربي يلطف به وان شاء الله يبدا في صحه جيده ويكون معنا ونحكيوا معاه شكرا لك عزيز بارك الله فيك احنا اخذين عزيز باش نوضحوا اكثر الرؤيه ونعطيو الروايات من الطرفين وهكيك ينجم المواطنين ظهر لي عزيز ما عادش معنا في التليفون ميرسي هو على كل حال قدمنا كل المعلومات احنا تو نمشيو نحكيوا على موضوع اخر اللي هو المناظره اللي ولينا ديما نتفرجوا فيها على قنوات تونسيه باش نحكيوا على زعمه التونسي مازال عنده ثقه في التعليم العمومي والى اللي هي حلقة جديدة من سلسلة مناظرة اللي باش نتفرجوا فيها باش نعرفوا أكثر التفاصيل وين نجموا نتفرجوا شنو هي الموضوع حضر معنا بالتليفون أحمد عبيد المكلف المسؤول عن قسم الاتصال بمبادرة مناظرة صباح النور سي أحمد صباح الخير الناس كل أهلا وسهلا مرحبا بيك صباح النور عايشك جاء مرسي على الاستضافة مرحبا سي أحمد نجم ونبدأ توا نحكيه على المناظرة زعم التونسي مازال عنده ثقة في التعليم العمومي وإلى لا وقتاش باش تتعدى المناظرة هذه وكان تحكينا شكون الأطراف اللي باش يكونوا حاضرين باهي المناظرة هذه باش تتعدى نهار الأحد كما العادة تسعة متعلمين على عديد من القنوات والإذاعات بما فيهم إي إف إم باش تتعدى مباشرة على إي إف إم كما قلت أنت الأطروحة هي زعم التونسي مازال عنده ثقة في التعليم العمومي دونك كي نتفكروا آخر حاجة عملناها هي زعم التاون هول حكينا على المخدرات كانت الأطروحة ناقصة دونك بدلوا قبل 50 باش وتوا رجعنا للفورمال الكلاسيك خلينا نقولوا نتاع المناظرات اللي عندنا فريق مع الفريق ضد والأطروحة اللي هي زعم التونسي مازال عنده الثقة في التعليم العمومي. دونك هنا في الفريق المساند الأطروحة ويقول مازال عنده الثقة في التعليم العمومي عندنا اتحاد المساند وزير التربية السابق ودسياسي ودبلوماسي باش يرافقوا بالطبيعة واحد من الشباب اللي توا قاعدين يعملوا في ورك شوب للفيناليست مع ربيب السرايري مع عديد المدربين اللي قاعدين يدربوا فيهم
بيحضروا فيهم لللايف شو. وعندنا في الفريق المعارض سيري الزهروني اللي هو رئيس الجمعية التونسية الأولياء والتلاميذ، وكيف كيف باش يرافقوا واحد ولا واحدة من المتسابقين اللي اليوم يعملوا في الوركشوب، اللي ديجا قدموا فيديوهات وشاركوا في المسابقة مقاموا بدلك المناظرة. نحب نزيد نقول حاجة، اللي راهو في المسابقة هذه شاركوا معنا أكثر من 200 شاب وعطاوا رأيهم، هل عندهم الثقة في التعليم العمومي ولا ما عندهمش؟ مالوغوزمون أكثر من 70% من الفيديوهات قالوا إنه ما عندهمش ثقة، حكيوا على المناهج التعليمية، حكيوا على قيمة الشهادة، حكيوا على ضرائب الدكاترة، حكيوا على ضرائب المهندسين. دونك والبقية دونك 70 فيديو 70 شاب قالوا اللي هما عندهم الثقة في التعليم العمومي، بتكيف كيف تندوا على عديد الإنجازات اللي خرجت من المدرسة العمومية التونسية. المناظرة هذية باش تتبث نهار لحد 11 أفريل هكا ولا؟ أي لحد 11 أفريل 9 متاع 9 متاع تسعة متاع اليوم بالضبط. فما كالعادة برنامج قبلها اللي هو الجيل الجاي اللي هو في هيثم المكي مع دي انفلونسور دي جون باش يحكيو في نفس الموضوع، باش يحكيو على علاقتهم بالتعليم العمومي، باش يكونوا حاضرين معانا الشباب اللي هما دي انفلونسور اللي هما دي يوتيوبر اللي هما اكتيف، وباش يحكيو زاد على علاقتهم بالتعليم العمومي بطريقة شبابية أكثر. دونك هذايا البرنامج باش يكون لايف على الفيسبوك هاو، دونك سي 100% ديجيتال، وباش يكون مع التسعة غير بعض، دونك ربع ساعة قبل الحلقة، اللي باش يتفرجوا في اللايف على صفحة مبادرة المناظرة، دونك باش يلقاو فيديو واحد ديريكت ومن بعد يكملوا يتفرجوا في البث المباشر على بقية القنوات اللي هما التسعة تونس تلفزيون تي في وإي اف ام تي في. شكرا لك سي أحمد، الله يخليك، يعطيك الصحة، بارك الله فيكم، خاطر المبادرة هذه حاجة ياسر 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 إيفيكاس. أنا كي تفرجت المرة اللي فاتت على القانون القنب الهندي بالحق، معناها كي تشوف شباب كيفاش يحكي وكيفاش يعبر وين بالحق وباهي انك تسمع الشباب وتشاركوا زيدا في مواضيع كيف نذية تاش، معناها منظومة تعليمية يحكي لك عليها التلميذ ولا يحكي لك عليها اتوديون، مش كيف ما تيحكي عليها أستاذ ولا يحكي عليها إداري في وزارة التربية، مع حاجة مختلفة كومبليتمون. شكرا لك عرعود، بارك الله فيك، دهمنا الوقت لغالب طوال 11 دقيقة وقت الأخبار، ونرجع نكملوا معكم في المدام وجيه حتى نص النهار.